شخص نشر صورته مع مسنة وحكى قصة لقائهم يلي بلشت بمسج بالغلط. الشاب جمال وصله مسج بيوم من الأيام الرقم غريب، ومحتوى المسج كان عزيمة على عشاء عيد الشكر. جمال بيرد وبيسأل مين؟ بتقوله أنا جدتك. فطلب منها جمال إنها تبعت له صورتها، وبالفعل بعتت، فرد عليها بصورة لإله وقال إنها للأسف مش جدته ومخربطة بالرقم، بس سألها إذا لسه بيقدر يجي على العشاء. طبعا صاحبنا مش ضيع فرصة أبدا، قالت له أكيد بتقدر، لأنه هيك يعني كل الجدات بيعملوا وبطعم الكل. هذا المسج اللي تم إرساله عن طريق الخطأ كون علاقة صداقة بينه وبين كل العيلة، واليوم عم ينشروا صورهم لمرور 9 سنين على معرفتهم ببعض. ليش انا دائما بيجيني مسجات ادفع فاتوره عليك لك عليك حساب سدد تعالي تعشوا ما اجاني وين هاي خذ اشتراك ممكن يتعرف ليه هيك مسجاتنا يلا ان شاء الله خير بس حبيت مع بعض حلوين صح كثير 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 بس حلوه الصدف اللي بتخلق صداقات هيك مشكلها بتحسي اغلبها بتصير بالغرب عندنا شوي صعب ليه؟ يعني ممكن صعب انه اذا وصل مسج لحدا منا انه يوصل انه عشا ويطلع غلط انه اوكي طب انت بعدك مكمل بالعزيمه انا بقدر اجي بتحسيها شوي هيك صح صعبه بس انا بعملها لو اجاني مسج بالغلط بعملها يعني بس بتحكي لي صح تيتا وهيك عزيمه لا تيتا كبيره طبعا لسه بقول لك التيتات بحبوا يطعموا اكلهم بشهر صح جلطناهم الناس الموضوع الثاني الناس يلي بيناموا طول النهار وبيسهروا بالليل احنا الاذكى والاكثر ابداعا بحسب دراسه معهد امبيريال كوليدج عمل دراسه شملت 26 الف شخص كانوا معروفين انهم بيناموا طول النهار وبيصحوا بالليل وبيعملوا واجباتهم وكل شغلهم بالليل والدراسه كانت نتيجتها انه هدول الاشخاص هم الاحسن وبتمتعوا بذكاء وابداع اكثر من بقيه الناس يلي بيصحوا بكير هي عشان الناس اللي بتحكي لكم او انا بنحكى لي ليه صاحي بالليل زي البومه بحب احكي لكم البومه اللي عم تحكوا عنها فيها الاكثر ابداع والاكثر ذكاء صح وماما ضلك نام بكي نام بكي امي ذكاء ابداع هذا مش الزعتر والزيت وهالقصص لا طلع السهر بالليل صح طيب ننتقل للخبر اللي بعده على الاغلب اولاد واحفاد المستثمر الامريكي وارن بافيت ما رح يحصلوا على اي قرش من ثروته لانه تبرع بمليار و100 مليون دولار للمحتاجين وارن يلي هو احد اغنياء العالم بحكي انه لازم اصحاب الثروه يعملوا توزيع عادل لثروتهم وانه اولاده مقتدرين ماديا ولازم الفلوس تروح للي بيحتاجها واكد انه لحد ما يتوفى رح يكون متبرع ب 99% من ثروته للفقراء والمحتاجين وانه التزامه بالتبرع هو مبادره لعمل توازن بالمجتمع هذا اللي نترحم عليه يعني هذا الله تعرف هذا ثروته اسم الله 147 مليار واحد من أذكى رجال الأعمال بالعالم رقم 8 على العالم بالثروة بس تعرفي دانا بفكر دائما بقول يعني إذا بده يوزع 147 مليار لو وزعها على العالم العربي بسد ميزانيات عجز مش ببطل في فقرة توازن بالمجتمع ببطل فقرة أصلا استني بدي أقول لك في سألوه بمقابلة كثير أنا شفت هالموضوع مثير للاهتمام سألوه بمقابلة عن شو معنى النجاح بالنسبة لإلك طيب شو قال لهم؟ إنه إذا وصلت عمر 65 أو 70 سنة وكان حواليك ناس يحبوك فعلا فانت فعلا ناجح بس اكيد رح يحبوا لانه مع مليارات 100% بس هو مفترض حسن النيه مفترض احنا حنفترض معه حسن النيه اكيد